السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسجد السلطان أحمد أو كما يعرف بالجامع الأزرق نسبة لكثر البلاط الأزرق اللي يزينه من كل النواحي. المسجد هذا انبنى في عهد الدولة العثمانية ما بين الفترة 1118 إلى 1120 هجرية، يعني في خلال سنتين. السبب في بناء المسجد هذا أن السلطان أحمد قال بيسوي حاجة تكون لها أثر كبير أو تترك بصمة كبيرة في التاريخ عندهم، في تاريخ الدولة العثمانية، ولأن معظم ممالك الدولة العثمانية اللي كانوا قبله كانوا يبنوا المساجد بعد ما يطلعوا من الحروب، يعني بعد ما ياخذوا الغنائم حقت الحروب يبنوا بها المساجد وهذا. لكن هو ما مشى على نفس خطاهم، هو بنى المسجد هذا من خزينة الدولة، يعني أخذ فلوس من خزينة الدولة وبنى المسجد هذا، ما بنى بفلوس غنائم ولا رهائن ولا حاجة. والجامع هذا مو بس مسجد، يعني فيه له مسجد ومستشفى وفيه له مدرسة تعليم وفيه له مطعم للفقراء وفيه له مكاتب تدير الأمور المالية للمسجد. والمسجد هذا بني داخل أرض كبيرة جدا، حاليا هي حديقة، وبره في الخارج في موية سبيل، وبرضه في قبر السلطان أحمد نفسه بعد ما مات دفن في نفس المسجد. والمسجد هذا فيه له 260 طاقة ملونة، والشيء الثاني فيه له أشكال من 20,000 بلاطة باللون الأزرق نقشت يدويا، وبرضه من التصاميم القديمة، يعني معظم كل شيء فيه له تراثي. والشيء الثاني تصاميم كلها آيات قرآنية برضه نقشت يدويا كلها قديمة. بس المسجد يعني حاطين قسم مخصص للسياح، يعني مو بس المسلمين، حتى غير المسلمين يعني يقدروا يدخلوا ويجوا يزوروا المسجد يشوفوا كيف من الداخل. شوفوا زي كيف هذول اللي ورا السياج هذا كلهم سياح، يعني في منهم مسلمين، يعني في اللي ما يبغى يصلي يوقف برا، واللي بيصلي يدخل هذا القسم يصلي، هذا المسلمين الداخل. وهذه اللوحة visitors stay behind this line thank you، يعني السياح ما يتعدوا السياج هذا كلهم اللي بيجوا يصلي. سوري. وبرضو عند الدخول يوزعوا زي سكارف، يعني الطرحات للحريم اللي يغطوا رؤوسهم اللي جايين بشعور مكشوف وما يدخلون، يعني يوزعون. شوفوا زي كيف احتراما لقداسة المكان، يعني عند الدخول يوزعوا لهم هذه يغطوا شعورهم، يعني اللي جايين مخلعين. وبرضو كمان في أكياس يحطوا فيها الأحذية عزكم الله، عشان يعني لا حد يدخل ولا يخليها عند الباب، حطوا في كيس وادخل بالمسجد معنا. طبعا هذا الشكل الخارجي للمسجد ما شاء الله، في له 6 مآذن طبعا، وهذا الحدائق اللي برا ما شاء الله المنظر مره واضح. طبعا دخول المسجد وخروجه ما على اي رسوم مجانا، يعني فاصلا ما يجوز تاخذ رسوم عشان الواحد يدخل المسجد ولا حاجه، فعشان كذا مفتوح للكل. يعني هذا متحف آيا صوفيا قدام المسجد على طول قدام الجامع. هذه كانت كنيسه كبيره، يوم المسجد انبنى كانت كنيسه وحاليا حولوها المتحف. قبل ما يتحول للمتحف كان مسجد أول حاجة، بعد كده حول لمتحف إسلامي، حاليا هو متحف.